تجدد الأحوال الجوية غير المستقرة في المملكة من جديد، يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون هناك أمطار يوم الأحد في تبوك وتمتد إلى المدينة وجدة إن شاء الله يوم الاثنين. كل ذلك في التفاصيل الآن بعد هذا الفاصل. إذن تشير خرائط النماذج الجوية العددية إلى بدء أحوال جوية غير مستقرة اعتبارا من ساعات مساء يوم الأحد بمشيئة الله تعالى على المناطق الشمالية الغربية من المملكة، تحديدا المناطق سواحل تبوك وأيضا منطقة حقل وسواحل تبوك المطلة على خليج العقبة، منطقة نيوم، بالإضافة إلى منطقة تبوك بحد ذاتها. هذه المناطق تتوقع أن تتشكل بها سحب ركامية رعدية من الأمطار كفيلة أن تؤدي إلى جريان الأودية في تلك المناطق وربما حدوث بعض السيول في المناطق المنخفضة بمشيئة الله تعالى. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة وتمتد لاحقا مع ساعات فجر يوم الاثنين إلى مناطق الجوف سكاكا وربما تصل إلى منطقة الطريف والقريات كما نلاحظ، إضافة إلى منطقة عرعر. هناك توقعات بهطول أمطار قد تكون رعدية الطابع في تلك المناطق، ذلك يعني أن هناك جريان للأودية وتشكل السيول ربما محتمل في هذه المناطق مع استمرار هطول الأمطار على مناطق تبوك، وتمتد تدريجيا هذه الأمطار لاحقا مع ساعات فجر يوم الاثنين إلى سواحل تبوك المطلة على البحر الأحمر مع بداية امتداد بعض الأمطار إلى المدينة المنورة. أما يوم الاثنين فيتوقع امتداد هذه الأمطار بمشيئة الله تعالى جنوبا لتصل مثلا إلى مناطق جدة، كما نلاحظ تخريج بحرية عديدة متوقعة في البحر الأحمر يوم الاثنين على شكل أمطار تكون ما بين الحين والآخر تدخل إلى داخل اليابس، تشمل المناطق الساحلية من تبوك المطلة على البحر الأحمر، المناطق الساحلية من المدينة المنورة المطلة على البحر الأحمر، إضافة إلى مناطق قريبة من جدة، حتى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، بإضافة إلى سقوط زخات أيضا رعدين أمطار على المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية. امتداد هذه الأمطار أيضا إلى الداخل تشمل أيضا مناطق الجوف كما نلاحظ وربما مناطق الحدود الشمالية بما في ذلك عرعر وأيضا حتى ربما مناطق حائل. كل هذه المناطق يتوقع أن تشهد أمطارا يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. تمتد هذه الأحوال الجوية غير الممطرة غير المستقرة باتجاه أيضا المناطق الشمالية الشرقية تقترب من حفر الباطن ورفحها، لكن التركيز الأساسي لهذه الحالة يتمحور حول المناطق الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء تتجدد فرص الأمطار من جديد على شكل تخريج بحرية في المناطق المقابلة لينبع وسواحل المدينة المنورة المطلة على البحر الأحمر والمرتفعات الجبلية مع استمرار تدفق بعض السحب الممطرة لكل من حائل ورفحاء في المناطق الشمالية الشرقية من المملكة. تستمر هذه التخريج البحرية يوم الثلاثاء وتقترب جنوبا مرة أخرى إلى من جدة، كما نلاحظ هناك تخريج بحرية بالقرب من ينبع وما بين ينبع وجدة، مناطق رابغ محتمل أن تتعرض لهذه التخريج البحرية التي تكون على شكل سحب ركامية تتشكل في البحر وتدخل إلى الداخل مع وجود امتدادات لهذه الغيوم الممطرة بحدة أقل مثلا في مناطق المدينة المنورة، قد تصل أيضا إلى مناطق مثلا القصيم حتى وربما وبعض أجزاء حفر الباطن والمناطق الشمالية الشرقية. كما نلاحظ يوم الثلاثاء استمرار المناطق الغربية بالتعرض لهذه الزخات المطرية بمشيئة الله تعالى، بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. تتجدد التخريج البحرية من جديد مساء يوم الثلاثاء على نفس هذه المناطق من جديد. الحالة الجوية تستوجب المتابعة المستمرة كون موضوع التخريج البحرية قد يختلف من منطقة إلى أخرى. هذه ملخص الحالة الماطرة المتوقعة بمشيئة الله تعالى المملكة الممتدة من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء الأربعاء. تبدأ هذه الأمطار في المناطق الشمالية الغربية كما ذكرنا تبوك والمناطق المطلة على خليج العقبة. هناك فرصة لأن تشهد تلك المناطق أمطارا قد تكون غزيرة بشكل كافي أن تصل إلى مستويات تؤدي تشكل السيول في تلك المناطق. أيضا السواحل الغربية من تبوك أو المدينة المنورة المطلة على البحر الأحمر على موعد مع زخات متكررة من الأمطار، بعضها قد يكون غزير. نلاحظ أن منطقة تقريبا السواحل الجنوبية للمدينة المنورة والمناطق القريبة من رابغ والجنوبية من ينبع، هذه المناطق تكرر عليها الإشارات بوجود تخريج بحرية عليها خلال فترات تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. تقع مدينة جدة أيضا على طرف أحوال جوية غير مستقرة، بالتالي قد تتكرر عليها بعض التخريج البحرية الممطرة والأمور تستوجب الانتباه في تلك المناطق. أيضا المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وبعض المناطق الساحلية الجنوبية الغربية، في حين أن هناك أمطار رعدية متفرقة في مساحات شاسعة من المملكة تمتد إثر هذه الحالة الماطرة، تشمل كل مثل الحائل، الجوف، الحدود الشمالية، أجزاء من القصيم، ربما أيضا بعض مناطق غرب وشمال غرب محافظة الرياض مثل الدوادمي والمجمع، وقد تصل بعض الأمطار إلى منطقة حفر الباطن بمشيئة الله تعالى. يكثر دائما الحديث في هذه الحالات عن
التخريج البحري. ما هي التخريج البحرية؟ هو عبارة عن هواء بارد قادم من الشمال، شمال البحر الأحمر، ويلتقي مع هواء دافئ وساخن قادم من جنوب البحر الأحمر. عندما يلتقيان تتشكل سحب ركامية رعدية في وسط البحر. هذه السحب الركامية الرعدية تزداد سمكا في الغلاف الجوي وتبدأ بالدخول إلى داخل المناطق الداخلية الساحلية. فمثلا في بعض الأحوال تدخل هذه السحب الركامية الرعدية إلى داخل السواحل لتؤثر مثلا في هذا المثال في المناطق الشمالية من جدة، في حين تكون مثلا المناطق الجنوبية من جدة لا تشهد أي سحب ركامية. فهذه التخريج البحرية طبيعتها أنها تكون في مناطق محدودة الطابع، أي أنها تحدث في منطقة معينة محدودة، وتكون أحيانا ذات قوة تأثير عالية، وهي تكون رعدية الطابع، وتدخل أحيانا هذه السحب الركامية إلى مناطق داخلية أحيانا وتؤثر على مناطق أخرى من المناطق التي متأثرة طبعا بهذه التخريج البحرية. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمال من إسكاكا 23 إلى 12، هرعرع 22 إلى 11، وفي تبوك من 25 إلى 9 درجات مئوية. مكة المكرمة 32 إلى 22، جدة 30 إلى 23، والمدينة المنورة من 28 إلى 19، في الطائف من 23 إلى 15، مع فرص لزخات رعدية من الأمطار غدا على المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية. المرتفعات والمناطق الجنوبية الغربية العالية، أبها 20-13، الباحة 17-12، وفي جازان من 30-25 درجة مئوية. فيما إذا انتقلنا للمناطق الشرقية، في الإحساء 21-12، في الدمام 21-13، وفي حفر الباطن من 21-10 درجات مئوية، مع الأجواء طبعا مستقرة في هذه المناطق، بالإضافة إلى المناطق الوسطى، العاصمة الرياض 24-12، بريدة 24-12، وفي حائل 24-10 درجات مئوية. مع التأكيد أن الأجواء مستقرة تقريبا في ساعات نهار يوم غدا، وتبدأ الأحوال الجوية غير المستقرة في ساعات ما بعد الظهر والمساء بدءا من المناطق الشمالية الغربية من المملكة. توقعات الأحوال الجوية في العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة، كما نلاحظ يوم الأحد 24-12، يوم الاثنين 25-15، هناك فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار ليلة الاثنين على الثلاثاء، أجواء غائمة تماما يوم الثلاثاء من 26-14 درجة مئوية. ندعوكم إلى ضرورة الانتباه من مخاطر جريان الأودية وتشكل السيول في بعض المناطق سيما الشمالية الغربية والغربية من المملكة، بأن تأثر المملكة بهذه الحالة المطرية التي نسأل الله أن يجعلها حالة خير وبركة على الجميع. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.